يا صباح الخيرات على كل حضراتكم سيدات وسادة جماهير النادي الأهلي العظيمة المنتشرة في كل مكان في العالم. بداية يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. إن شاء الله تسعدوا معانا بحلقتنا النهاردة. صباح الفل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا كريم. صباح الخير على حضراتكم جميعا. وزي ما كريم قال كده في كل مكان في العالم، احنا عارفين ان جماهير الأهلي في كل العالم موجودين، مصريين عرب أجانب، كتيرة جدا في أنحاء العالم كلها بتشجع، ويعني من جمهور النادي الأهلي، من متابعي كمان قناة النادي الأهلي.